امبارح على مدار 6 ساعات كاملة وقع تطبيق فيسبوك وانستجرام وأيضا معاهم موقع أو تطبيق المراسلات واتساب في واحدة من أكثر الأعطال أو أسوأ الأعطال في تاريخ التكنولوجيا الحديثة. مرة واحدة حس العالم إنه مفصول عن بعضه، مرة واحدة حسينا فعلا ب يعني معنى ان العالم كبير وان الكرة الارضية ما عادش عالم صغير. مرة واحدة فقدنا الاتصال والتواصل مع بعضنا، مرة واحدة اكتشفنا ان في قوة لا متناهية، قوة عظيمة جدا بتتحكم فينا، بتتحكم في أكثر من 3 أو حوالي 3 مليار فرد أو 3 مليار شخص على الكرة الأرضية باسم تطبيق فيسبوك. بتتحكم في مشاعرهم، بتتحكم في تطلعاتهم، بتتحكم في أحلامهم، في أعمالهم، في تواصلهم، بتتحكم كمان في حالتهم المزاجية. مرة واحدة لقينا نفسنا مش عارفين نكلم بعض أو نتواصل لأن مفيش واتساب اللي عليه كل محادثاتنا وكل كلامنا وكل شغلنا وكل أرقامنا وكل الدنيا بتاعتنا، لأن واتساب بيستخدمه أكتر من 2 مليار شخص على الأرض. مرة واحدة حسينا إن صورنا ولحظاتنا وقصصنا راحت وانتهت للأبد مع تطبيق انستجرام اللي بيستخدمه أكتر من 1 مليار مواطن. مرة واحدة حسينا إن في قوة عظيمة وعملاق اسمه شركة فيسبوك مارد أزرق بيتحكم فينا وفي حياتنا، يقدر يعمل حرب، يقدر يقود العالم بدون سلاح وبدون جيش وبدون ما يضرب طلقة واحدة. مرة واحدة حسينا إن حياتنا كلها ومصائرنا كلنا وذكرياتنا ومعلوماتنا وفلوسنا وعلاقاتنا وأفرحنا وأحزاننا في إيد واحد اسمه مارك زوكربيرج بيتحكم في الشركات التلاتة والتطبيقات التلاتة، يقدر في وقت أو مرة واحدة بضغطة واحدة وبقرار واحد العالم امبارح كله كان واقف. ناس جالها إحباط وناس جالها أزمة نفسية وناس خسرت مليارات وناس فقدت التواصل ببعضها وناس لأول مرة بتحس إنها في غربة وناس لأول مرة مش لاقية حاجة تعملها. ده اللي حصل امبارح على مدار 6 ساعات بسبب عطل فني أصاب فيسبوك وكبد الاقتصاد العالمي خسائر أكتر من 1 مليار دولار. الكلام ده قالته شركة نت بلوكس المتخصصة في قياس التأثيرات الاقتصادية أو تأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد. الشركة قالت إن العطل اللي حصل أمس في فيسبوك كبد الاقتصاد العالمي خسائر بأكتر من 1 مليار دولار. الشركة قالت إن كل ساعة في الساعات الستة كان الاقتصاد في العالم بيخسر تقريبا أكتر من 160 مليون دولار. تخيل 160 مليون دولار خسارة في كل ساعة مرت من 6 ساعات بسبب توقف شركة مسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، عشان تعرف إن فيسبوك ما عادش مجرد تطبيق نرفع عليه صورنا ونكلم عليه حبايبنا ونضيف عليه أصحابنا ونكتب عليه ماذا تفكر ونلعب عليه المزرعة الحديثة أو شوف عمرك بعد كام سنة أو شوف مين زيك في المشاهير. موضوع أعمق وأكبر وأضخم من كده بكتير. الموضوع بيقول إن شركة واحدة وشخص واحد أو مجموعة أفراد بقوا مسؤولين عن كل حاجة في حياتنا، مسؤولين عن هناكل إيه، هنلبس إيه، هنقرأ إيه، هنشوف إيه، هنحب إيه، هنكره إيه، هنتعامل مع مين، هننتخب مين، هنعترض على مين، هنقف مع مين، هنرشح مين. ده اللي بقى بيعمله أو اللي بقت بتعمله مواقع التواصل الاجتماعي ممثلة في العملاق الأزرق وما يمتلك من شركات ومن تطبيقات. يعني 3 تطبيقات اللي قدام حضراتكم أو شايف الملايين أو المليارات من الشخوص والأشخاص عبر العالم امبارح كانوا بيحسوا بفراغ بسبب سقوط فيسبوك وإنستجرام وواتساب. أما عن التأثير على الاقتصاد فزي ما قلت لحضرتك كل ساعة عدت كان الاقتصاد في العالم بيخسر حوالي 160 مليون دولار. أما الشركة بقى اللي هي شركة فيسبوك اللي رئيس مجلس إدارتها مارك زوكربيرج فخسرت أيضا مليارات
بالظبط. لو هنتكلم عن مارك لوحده وهو يمتلك 14% من أسهم الشركة، خسر خلال الساعات الستة اللي فاتوا حوالي 7 مليار دولار اتخصمت مرة واحدة كده من ثروة مارك. أما الشركة فخسرت أيضا أكتر من 5% من أسهمها وقيمة الأسهم السوقية في البورصة. مش بس فيسبوك خسرت، ده كمان الناس بدأت تشعر بعدم الثقة في كل شركات التكنولوجيا وفي كل الشركات التقنية، فبدأت أيضا أسهم جوجل أو ألفابيت تنزل، بدأت أسهم أبل تنزل، بدأت أسهم مايكروسوفت تنزل. يعني جوجل خسرت تقريبا 2.1% من أسهمها، أبل خسرت 2.4% من أسهمها، أمازون أيضا خسرت 2.8% من الأسهم، أيضا شركة مايكروسوفت خسرت 2.1%. دي كانت خسائر في السهم الواحد بسبب فيسبوك وبسبب العطل اللي دام تقريبا حوالي 4 ساعات. السؤال، هل خسائر، عشان بس تكون فاهم الدنيا ماشية ازاي، محدش يطلع يضحك عليك، وبعض الأخبار اللي مع الأسف اتورط فيها بعض الصفحات وبعض الصحف وبعض الشخصيات المشهورة نشروا أمس، إن شخص أو طفل عنده 13 سنة في الصين هو المسؤول عن مش عارف هذه العطل أو هذا العطل واختراق. ناس تانية كانت بتقول ده سايبر أتاك أو هجوم سايبراني على شركة فيس، ناس تانية كانت بتقول دي حرب إلكترونية، ناس بتقول دي مفتعلة، ده أمريكا مش عارف إيه. الكلام ده كله في البتنجان. الموضوع كان مش من امبارح، الموضوع بدأ قبل شهر تحديدا أو قبل شهر تقريبا، لما بعض الصحف الأمريكية بدأت تنشر تقارير عن مخالفات جسيمة بتحصل داخل شركة فيسبوك، تحديدا داخل النظام الأمني لفيسبوك. هذه الصحف الأمريكية قالت إن فيسبوك بتهتم بالاتساع أو زيادة المستخدمين على حساب الأمان، أمان المستخدم، وعلى حساب يعني النفسية والقدرات العقلية للمستخدم. من الآخر كده صحف أمريكية قبل شهر قالت إن شركة فيسبوك بتهتم بالربح على حساب المستخدم، وممكن تؤدي بالنهاية إلى زيادة العنف زي ما حصل مثلا في أثيوبيا، وتذكرت أثيوبيا بالاسم، وزي ما بيحصل ضد الأطفال في بعض الأماكن، وبيحصل ضد البنات والنساء اللي بيستخدموا تطبيق إنستجرام. مش كتير اهتم بالكلام لحد يوم الحد بالليل، يعني اول امبارح بالليل على البرنامج الشهير 60 دقيقة طلعت الشخصية اللي سربت هذه المعلومات وهذه الوثائق، وهي المهندسة فرانسيس هاوجن او هايجن. فرانسيس والسيدة اللي قدام حضراتكم دي كانت تشغل مديرة انتاج سابق في شركة فيسبوك، واللي خرجت من العمل قبل كام شهر، لكنها أخذت معاها بعض الوثائق ونشرتهم في بعض الصحف الأمريكية. كشفت هذه الفضيحة صباح أمس اللي هو يوم الاثنين قبل العطل بأكثر من 10 ساعات، بدأ أسهم شركة فيسبوك في الهبوط. يعني هبوط الأسهم ما كانش بسبب العطل اللي حصل الساعة 6 أو الساعة 5:30، بل كان بسبب الفضايح اللي كشفتها المهندسة وأحد المشرفين على المحتوى والإنتاج في الشركة العملاقة. أيضا قبل دقائق كان هناك جلسة استماع للسيدة دي داخل الكونجرس الأمريكي، وفضحت ما تقوم به شركة فيسبوك العملاقة ضد المحتوى وضد المواطن وضد المرأة وضد الأطفال وضد الأقليات، وإزاي إن هم بيتحكموا في شعور الأطفال والسيدات، وإزاي بيوجهوا الرأي العام، وإزاي وقفوا وساعدوا النزعة الانفصالية والحرب العرقية في إثيوبيا، وإزاي عملوا مشاكل، وإزاي أهم حاجة عندهم بين قوسين الربح على حساب المستخدم. فضيحة كبيرة في أمريكا، بل فضيحة أصابت العالم كله في مقتل. أعتقد خلال الأيام اللي جاية مستمرة أسهم شركة فيسبوك في الانخفاض، في واحدة من أكثر الخسائر المادية في تاريخ الشركة. لك أن تعلم أن قيمة التسويقية لشركة فيسبوك تتجاوز الترليون دولار،
تريليون دولار، داخلة في حاجة اسمها نادي التريليون. فبهذه الخسارات بدأت احتمال أو بعض الكلام بيتقال انها احتمال تخرج من نادي التريليون، لان سعرها نزل عن التريليون بقى تقريبا حوالي 919 مليار دولار. اخر حاجة عايز اقولها، امس اعلن البيت الابيض قرار هام جدا او تلميح لقرار هام جدا، وهو ان الادارة الذاتية او التنظيم الذاتي لهذه الشركات لم يعد ممكنا ولم يعد آمنا، يعني بصريح العبارة كده أو بالبلدي، إن تحكم مارك زوكربيرج وإدارة الشركة أو مجلس إدارة الشركة في هذا الكم الهائل من المعلومات، 3 مليار على فيس و2 مليار على واتساب ومليار على إنستجرام، ربما يكون محل دراسة ومحل تمحيص خلال الأيام اللي جاية. لكن اللي احنا خرجنا بيه من أزمة أمس إن احنا فعلا أصبحنا أسرى ومأسورين لدى هذه الشركات العملاقة اللي أهم حاجة عندها الربح، واللي بدأت تتحكم في كل تفصيلة من تفصيلات حياتنا. يعني أعتقد كان لازم نبدأ بالملف ده اللي بيشغل الرأي العام في مصر والعالم كله، الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون كله بيتكلم عن فيسبوك. الساخر في الموضوع والغريب إن فيسبوك بقت بتحاصرنا في كل مكان. أنت دلوقتي لو بتشوفني وأنا عمال بشتم في فيسبوك وانتقد في فيسبوك، أكيد بتشوفني على فيسبوك. أنا كمان لما أحب أكتب تقرير أو أكتب نقد الفيسبوك، ما قداميش مكان أنشره عشان الناس تقراه إلا فيسبوك أو إنستجرام، أو أبعته لحد في حضراتكم عن طريق الواتساب. ما بقاش قدامنا مكان ننشر فيه فيديو أو نبعت فيه رأي أو نعبر فيه عن نقد إلا هذا المكان اللي بيضم، ويا ريت تثبت لي الصورة دي لحظة يا ضياء، اللي بيضم مليارات البشر عبر العالم، واللي حول الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة. امبارح لأول مرة بنحس إن احنا عايشين في فراغ، والعالم بقى كبير مرة واحدة والدنيا بقت واسعة. أول مرة أحس امبارح إن أنا في غربة، وإن مصر بقت بعيد قوي، وإن أمي بعيد عني وأبويا بعيد عني. أول مرة امبارح يمكن كنت بتكلم مع واحد صاحبي قبل شوية بيقول لي إن والدته كلمته امبارح بالليل بتقول له أول مرة أحس إن أنت في غربة، أول مرة أحس إن أنت في غربة، بسبب ان كل الناس دي مع اختلاف الوانهم واعمارهم واسمائهم ولغاتهم وديانتهم وثقافتهم وانتمائهم، الا انهم كلهم دلوقتي بقوا اسرى للموبايل او لتطبيق على الموبايل اسمه فيسبوك، اسمه انستجرام، اسمه واتساب.